الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة لأحداث مدينة جنين في قوات الاحتلال في هذه الأثناء تستمر في اقتحام المدينة بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية التي تتجه في هذه اللحظات إلى داخل المخيم. يعني على ما يبدو هناك اقتحام كبير لجيش الاحتلال في هذه الأثناء لمخيم جنين الذي تم اقتحامه من عدة نقاط في هذه الأثناء. يعني التواجد كبير لجيش الاحتلال، وهناك أنباء تتحدث عن اعتقال عدد من المطلوبين حتى هذه اللحظة. الاحتلال يتحدث أو وسائل الإعلام تتحدث عن اعتقال الشاب عاصم أبو الهيجة، وأيضا اعتقال شاب آخر من عائلة مرعي. حتى هذه اللحظات لا يوجد أي تفصيل واضح عن مجمل الأحداث في داخل المخيم. مستمرون معكم، سنحاول الوصول إلى مدينة جنين في هذه الأثناء بعد قليل لنقل صورة ما يجري في هذه اللحظات داخل المخيم. قوات الاحتلال، يعني ما حدث خلال أقل من نصف ساعة حتى هذه اللحظة، اقتحام لجيش الاحتلال إلى مخيم جنين من عدة أماكن. كان هناك تجمع على حاجز دوتان، أيضا تجمع على حاجز سالم، وكذلك على حاجز الجلمة. تم اقتحام المخيم من عدة أماكن، وتم التمركز في عدة زقاق في من أزقة المخيم. تم محاصرة بعض المنازل ثم اقتحامها. مصادر الإعلام تتحدث عن اعتقال عاصم أبو الهيجة، وهو نجل القيادي في حركة حماس جمال أبو الهيجة، قبل قليل بعد اقتحام المنزل. أيضا هناك عدة اقتحامات في هذه اللحظات لعدة يعني أماكن في الضفة الغربية المحتلة. قبل قليل أيضا قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية قضاء مدينة جنين، وتقوم باعتقال الشاب ياسر أبو الرب من بلدة قباطية. ومع استمرار اقتحام بلدة أو مخيم جنين في هذه اللحظات، هناك اشتباكات مسلحة تدور ما بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم. جيش الاحتلال كثف من تواجده واقتحم المخيم بآليات عسكرية كبيرة في هذه الأثناء، اتجهت نحو المخيم من شارع حيفا، من شارع الناصرة، من مفرق دوتان. توجهت هذه القوات بشكل كبير إلى داخل المخيم في هذه الأثناء. قوات الاحتلال تقوم باعتقال عدد من أو ما حسب ما أعلن عنهم الإعلام العبري قبل قليل، أن قوات الاحتلال وقوات الجيش بمساعدة الشباك قاموا باقتحام مخيم جنين من أجل اعتقال بعض المطاردين، ممن ذكرت أسماءهم حتى هذه اللحظة هو عاصم أبو الهيجة، نجل القيادي في حركة حماس جمال أبو الهيجة. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا، حياكم الله.
نحن الآن نتجه نحو مخيم جنين لنقل كامل الأحداث الجارية في المخيم. مراسلنا في المخيم يتابع ما يجري في هذه اللحظات وسيخرج بعد قليل في بث مباشر لكامل الأحداث. ونحن أيضا سنحاول الوصول إلى داخل المخيم. قوات الاحتلال يعني دفعت بتعزيزات كبيرة إلى داخل المخيم من أجل اعتقال، كما تحدثت عبر وسائل الإعلام، من أجل اعتقال بعض المطاردين. أيضا يعني الإعلام العبري تحدث عن اعتقال الشاب عاصم أبو الهيجة، نجل القيادي في حركة حماس جمال أبو الهيجة، وهناك عدد من المطلوبين كما يتحدث الإعلام العبري. الإعلام العبري أيضا تحدث أن هذه العملية تتجه من أجل اعتقال بعض المطاردين في المخيم، ولا زال حتى هذه اللحظة تجري المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال داخل المخيم. سنوافيكم بكل ما هو جديد وبكامل التفاصيل بعد قليل بإذن الله. كونوا معنا.